بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله ده الدرس رقم 33 من كورس إنشاء برنامج المدارس بلغة البي اتش بي مع استخدام فريمورك لارافيل. درس النهاردة عايز أقول لك هو درس مهم جدا جدا جدا، يحتاج تركيز كبير عشان إحنا النهاردة هنعمل انسيرت في الداتابيز على ثلاث جداول، وعشان نفهم جزئيه محاسبيه شويه هندخل في موضوع يتعلق بالحسابات بما ان احنا شغالين في ثابت الحسابات. طيب تعالى نفترض النهارده ان احنا في الدرس السابق قدرنا نخلص جزئيه الفواتير. طيب انا النهارده عملت فاتورة على الطالب سي مثلا رسومه الدراسيه 10000 وعليه باص ب 2000، يبقى رسومه الدراسيه كلها او الاجمالي كله عليه 12000. طيب هو نزل عليه 12000 لغاية الآن، احنا كده تمام زي الفل. طيب الشخص ده او الطالب ده جه دفع، هو جه دفع مبالغ دلوقتي. طيب انا اول حاجة عايز اثبت ان المبالغ دي اتدفعت. طيب نفس القصة، عايز ان هي تنزل على حسابات الطالب عشان لما يجي في وقت من الاوقات ولي الامر او الطالب يجي يقول لي انا عايز كشف حساب بالمبالغ اللي انا دفعتها، ايه اللي ليا وايه اللي عليا، اقدر اديله كشف حساب بالحسابات بتاعته. طب كلام جميل. نفس القصة، انا كواحد امين صندوق او المحاسب اللي بياخد الفلوس ديت من على السيستم، عايز اجي اثبت ان الصندوق دخل فيه المبلغ الفلاني عشان لما اجي اجرد مع الصندوق نهاية اليوم مثلا انا كمحاسب او كمدير مالي ابقى عارف هو عمل كام سند قبض، بناء عليه المفروض السيستم يقول لي ان هو معاه مثلا مبلغ 10000، لو جيت جردت الصندوق معاه يطلع عنده ال 10000. طيب لغايه الان كلام جميل. طيب باشمهندس، انا حاسس ان انت بتدخلني في موضوع كله حسابات وانا بدات اتوه منك. اقول لك اوعى تتوه وركز، والموضوع سهل فوق ما تتخيل. خد بالك انا مش بشرح لك حسابات صرف، ده لو هشرح لك حسابات صرف احنا هندخل في موال كبير جدا 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 جدا، لكن احنا بنحاول بقدر المستطاع. السيستم بتاعنا مش سيستم محاسبي، هو سيستم تعليمي، بس احنا ضفنا التابة بتاعت الحسابات تقضي الغرض للحسابات. الاخوة المحاسبين اللي موجودين معايا او بيتابعوني انا بوجه لكم الكلام كله، عشان في بعض الرسائل جاتني باشمهندس احنا كده الحسابات لازم نكبرها شوية. لا، انا مش برنامج محاسبي، انا في الاول وفي الاخر برنامج تعليمي. فبرنامج التعليم عندي او برنامج المدارس انا حطيت تابة من ضمن التابات هي تابة الحسابات اللي هي تمشي المدرسة لا اكتر ولا اقل، لكن السيستم بتاعي ما يقدرش يطلع قائمة الارباح والخسائر، يقدر يعمل لي حاجة اسمها ميزان مراجعة ويعمل سند قيد وسند وبيخشوا في حاجات تانية انا مش عايز اتطرق ليها، لان ده في الاول وفي الاخر مش برنامج محاسبي. فعايز اخواتنا المحاسبين اللي بيسمعوني او بيتابعوني تكون مركز في الجزئية اللي احنا بنشتغل عليها كويس. انا بشتغل في اطار الجزئية اللي انا عايز تخدمني في الحاجة اللي انا فيها بس. طيب تعالى كده اعمل لك رسم بياني ونفهم فكرة واحدة واحدة لما كنا بنعمل ايه في الدرس اللي فات والدرس النهاردة هنعمل فيه ايه. بسم الله. اول حاجة في درس امبارح او درس السابق اللي احنا كنا اشتغلنا عليه ان احنا كنا اشتغلنا على ثابت الفواتير الدراسية. كلام جميل. لما كنا بنعمل فاتورة كانت بتروح تسمع في حسابين، كانت بتسمع في حساب جدول الفواتير الدراسية وجدول حسابات الطالب مدين. طيب باشمهندس انا فهمت الدنيا ديت والدنيا زي الفل. طيب اللي احنا هنشتغل عليه النهاردة هنشتغل على ايه؟ هنشتغل على حاجة اسمها سند القبض. يعني ايه سند القبض؟ المبلغ اللي انا استلمته كمحاسب. طيب المبلغ ده نتائجه ايه لما اجي اعمل سند قبض؟ النتائج المحاسبيه ايه اللي بتحصل؟ اول حاجه المفروض ان انا هيكون عندي جدول اسمه جدول سندات القبض. حلو قوي، هيدخل فيه الديتيلز بتاعت السند، ايه اللي هي ايه مثلا؟ التاريخ، السند القبض ده اتاخد على انهي طالب، المبلغ بتاعه، الديسكريبشن بتاعه مثلا دفع عن باص دفع عن كذا، الكلام ده كله. وطبعا واحنا ماشيين قدام لو في اي حاجه عايزين نضيفها هنضيفها معانا. طيب هو دلوقتي لما جيت اعمل سند قبض فعليا راح رايح على سندات القبض وراح منفذ الجزئيه دي، هذا رقم واحد. طيب في نفس اللحظه لازم يروح يثبت المبلغ ده فين؟ في الصندوق. ما هو الراجل المحاسب قبض الفلوس دي، فبالتالي لازم يروح في جدول السندات القبض يثبت. خلاص كلام جميل. وبعد كده يروح رايح على الصندوق هاخد الاي دي ده، لازم الاي دي ده يكون معايا. ليه يا باشمهندس الاي دي يكون معايا؟ عشان يكون عندي الديتيلز الكامله، عشان في وقت من الاوقات لو حصل عندي اي ابديت على السند الاصل لازم يسمع في بقيه حساباتي. ما انا ما ببقاش ماشي النهارده ده في وادي وده في وادي وده في وادي واقعد لما يحصل تعديل اقعد الف حوالين نفسي في التلات حاجات دول. لا، انا عايز الثلاث حاجات دولت اصحاب واخوات وحبايب مع بعض، ما بيسيبوش بعض، ما بيفرقوش بعض.
فاذا دلوقتي ده الراجل الاب بدا يتكريت، حلو. بعد ما اتكريت هروح واخد الاي دي بتاعه حطه هنا وابدا اخد ديتيلز اللي دخلت على الصندوق. حلو قوي. في اللحظه دي سند الاب عود نفسك الصندوق دايما مدين، يعني انا كصندوق اخدت فلوس، يعني انا دلوقتي مدين. حلو قوي لغايه الان، كلام جميل. طب سؤال بسيط قوي، انت كصندوق خدت فلوس من مين؟ اه والله انا خدتها من الطالب اسمه احمد. يبقى في اللحظه دي حساب الطالب بقى ايه؟ بقى داين. الله ينور عليك، هو ده اللي انا عايز اوصل له. ليه؟ عشان في وقت من الاوقات لما اجي بقى دلوقتي الطالب اقول له جيب لي مجموع المدين، جيب لي مجموع الدائن، حط لي الفرق بينهم، في اللحظه دي يقول لي الطالب ده له فلوس او عليه فلوس. وطبعا ما فيش طلاب بيكون لهم فلوس، طبيعي يعني اي طالب في مدرسه ما بيبقاش له فلوس، هو ما بيدفعش دفعات، في حاجه اسمها دفعات مقدمه، وديت انا مش عايز اتكلم فيها، هخليها قدام شويه عشان ايه نفهمها بتحصل ازاي يعني. فاحنا بنتكلم في الجزئيه اللي تخصنا دلوقتي. طيب دلوقتي يا باشمهندس احنا فكرتنا النهارده ان احنا هنعمل سند قبض، السند قبض هيرمي على الثلاث جداول دول. حلو قوي. هل الثلاث جداول دولت موجودين عندي؟ طيب اول جدول ده مش موجود عندي، وتاني جدول مش موجود عندي، ثالث جدول هو موجود يا باشمهندس، ما هو حساب الطالب قبل كده كان موجود معايا جدول. طيب بعض الاقتراحات او بعض الناس بيعملوا جزئيه معينه وانا ما بحبذهاش، ولكن مش غلط عشان نبقى واضحين برضو. في جدول سندات القبض في بعض الناس بتعمل جدول واحد لسندات القبض وسندات الصرف ويحط حاجه اسمها طيب اللي ده سند قبض او ده سند صرف، وانا ما بحبذوش، انا واحد من الناس بحب دايما افصل كل حاجه عن حاجه عشان تبقى الدنيا مرتبه معايا وتبقى الامور تمام. لكن لو حابب تشتغل في يوم من الايام وعايز تعمل جدول ممكن تسميه جدول السندات بس، وتحط كولوم اسمه طيب، في اللحظة دي أقول السند ده قبض أو صرف، مدين أو داين، لأن سند القبض دايما بيكون مدين والصرف بيكون داين، بس أنا ما بحبذهاش، ولكن لك حرية الاختيار. أنا بديك دي ودي عشان لما يجي لي بعد الفيديو اقتراحات باشمهندس أنت ممكن تعمل كذا وممكن تعمل فيديو جدول لوحده، أه ممكن أعمل جدول لوحده عادي، ما فيش أي مشكلة خالص. اشتغل بالطريقة اللي تريحك في الأول وفي الآخر، ده مشروعك أنت مش مشروعي أنا، يعني أنت بتهندل على مزاجك، دي حاجة. الحاجة التانية أنا لما بيجي لي اقتراحات يا جماعة بيجي لي اقتراحات كتير جدا جدا جدا، لو أنا فتحت باب الاقتراحات لكل الناس صدقني الموضوع هيبقى طويل. احنا النهاردة بنتكلم في الفيديو رقم 32، يعني احنا نقول لسه نقول بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نشتغل في ال 32، لسه الكورس مطول. طب انا لو فتحت باب الاقتراحات لكل واحد الموضوع هيطول بشكل كبير جدا جدا جدا. فانا كل اللي عليا لو انت عندك اقتراح مهم جدا نفذه عندك الاول، يعني انت نفذه وتمام وظبط معاك والدنيا زي الفل، وانا كسمير حسيت ان الاقتراح ده ممتاز، اه ساعتها هنفذ. لكن انا ما ينفعش انفذ افكار ناس واعطل البلان اللي انا ماشي عليه او الخطه اللي انا ماشي عليها. فانا دلوقتي اسف جدا للناس اللي تبعت لي اقتراحات ويمكن انا ما بنفذهاش، وحبيت اوضح في الفيديو ليه انا ما بنفذش الاقتراحات دي. طيب النهارده احنا هنبدا اول حاجه نعمل سند القبض. طيب احنا تعودنا بما ان احنا بنشتغل ديزاين باترن، كلام جميل، اذا دلوقتي لازم يكون عندي ايه؟ الله ينور عليك، عندي انترفيس، عندي ريبوزيتري، عندي كنترولر، وعندي الراوت بتاعه. الله ينور عليك، وده اللي انا جهزتهم. طبعا انت راجل دلوقتي خلاص وصلت لمرحله الاحتراف، بقيت محترف، ما عادش ينفع بقى كل شويه ان انا اقول لك الريبوزيتري بيتعمل ازاي، الانترفيس بيتعمل ازاي، والمفروض تعمل لهم ريجستر في البروفايدر وبعد كده تروح تعمل راوت. لا خلاص انت راجل بقيت متمكن ومحترف. طب اللي انت عملته ايه يا باشمهندس؟ اطلعنا وخلينا تبقى موجود معانا في الموضوع. طيب البدايه انا جيت رحت على الريبوزيتري، عملت عندي حاجه اسمها ريسبت ستودنتس ريبوزيتري انترفيس، كلام جميل، واديت لهم الفانكشن دي، اديت اندكس والشو والاديت والستور والابديت والديستروي. طبعا الحاجات دي انت بقيت بالنسبه لك عدت عليك كتير جدا وهنفهمها واحده واحده. حلوه. وبعد ايه كده يا باشمهندس تاني رحت رايح على الريسبت، ندهت على كل الميثود بتاعتي في الريبوزيتري بتاعي وعملت امبلمنت الكلام ده كله. حلو قوي. ايه الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ بعد ما عملت الريبوزيتري والانترفيس بتاعي رحت رايح دايركت على طول فين؟ جاري على البروفايدرز بتاعي. الله ينور عليك، اهو رحنا على البروفايدرز، وده البروفايدرز بتاعنا اللي هو اسمه ريبو اللي هو اختصار كلمه ريبوزيتري يعني، تمام. وضمنت الايه عملت ريجستر للبروفايدرز بتاعي. طيب اللي هو الديزاين باتر، كلام جميل. طيب بعض الناس برضو ما زلت بكررها تاني، وفي ناس كتير كلمتني عليها، باشمهندس انا مش حابب اشتغل بالديزاين باترن، انا ما اتعودتش اشتغل بيه، انا حاسس ان الدنيا صعبه. برضو ارجع اقول لك، لك حريه الاختيار، اشتغل بالطريقه اللي تعجبك. انا بشتغل بطريقه واثنين وثلاثه، انت اشتغل بالطريقه اللي تمشي معاك وتتناسب معاك بس.
طيب انا دلوقتي بعد ما عملت الريبوستري وخلاص ظبطت الدنيا والامور كلها بقت تمام، بعد كده رحت عامل ايه يا باشمهندس؟ رحت رايح على الاتش تي تي بي، رحت على الكنترولر عند على الستودنتس، عملت كنترول اسمه ريسبت ستودنتس كنترولر. كلام جميل، وطبعا ضمنت عندي هنا الكونستراكت بتاع الايه الديزاين باتر كده. اول خطوه تمام زي الفل. طيب بعد كده ايه يا باشمهندس؟ رحت عامل راوت. الله ينور عليك، اهو ادى الريسو ادى الراوت، وبعد كده الويب. عملت راوت اسمه ريسبت ستودنتس من نوع ريسورس. كلام جميل، وطبعا بايه بينده على الكنترولر اللي احنا عملناه. حلو قوي، لغايه الان احنا كده تمام وزي الفل. بعد كده عملت موديل، اهو عندي موديل اسمه ريسبت ستودنت. لغايه الان الامور كلها تمام وزي الفل. ايه الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس؟ وانا بعمل الموديل كل اللي عليا ان انا عملت ايه؟ اهو لما عملت الموديل عملته ان هو يكون من نوع مايجريشن عشان يعمل لي جدول اسمه ريسبت ستودنتس. لغايه الان انت كده تمام والدنيا زي الفل وامورك كلها تمام. طيب واحده واحده بقى كده ونفهم، عشان في تكتكه هتحصل في الجداول دلوقتي وانا اتعمدت اعملها قدامك. انا كان ممكن اعمل الجداول واظبطها وكل حاجه، لا بس اتعودت ان انا دايما لما اجي اعمل حاجه بحب اعملها قدام، حتى لو الفيديو هيطول، وفي ناس كتير جدا بتشتكي مني من الموضوع ده، باشمهندس فيديوهاتك طويله. بس صدقني فيديوهاتي طويله عشان حابب افهمك، انا ما يهمنيش ان اجري الفيديو وخلاص وادي لك كلمتين وشكرا وخلص الموضوع، لا انا دلوقتي عايز افهمك كل خطوه بتحصل ليه واتعملت عشان ايه، عشان لما تيجي تشتغل في يوم من الايام في بروجكت تاني تبقى انت عارف الخطوات بتمشي معاك ازاي بالشكل الصحيح. انا عملت جدول اسمه ريسبت ستودنتس. كلام جميل. طيب باشمهندس الجدول ده هيكون فيه ايه؟ تعال بس اخد بس الكولومز كده عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي. اهو واحده واحده. طيب الجدول بتاع ريسبت ستودنتس هيكون فيه ايه؟ اول حاجه هيكون فيه الاي دي. كلام جميل، ده جدول اللي هو ده اول جدول، ده جدول اللي هو سندات القبض. حلو قوي، هيكون فيه ايه يا باشمهندس؟ هيكون فيه الاي دي. حلو، وهيكون فيه التاريخ، تاريخ السند، السند ده اتاخد امتى او الكلام ده كله. حلو قوي، وهيكون عندي الاي دي بتاع الطالب. طيب السند ده لما اتعمل على الطالب احمد ولا اتعمل على الطالب ابراهيم ولا اتعمل على الطالب مصطفى ولا طلع على الطالب احمد ولا ايا كان. حلو قوي، انا قلت له هنا الطالب احمد. كلام جميل. طيب سندات القبض دايما بتكون ديبت مدينه، ما ينفعش سند قبض يكون داين، يعني ما ينفعش اخد فلوس وانا داين. لا طمن. طب في نقطه يا باشمهندس، ايه اللي بيكون داين؟ اللي هو سند الصرف. وقلت لك قبل كده في بعض الناس بتعمل جزئيه، ايه هي؟ اقول لك مثلا انا برضو ايه بحب ان انا اعرفك الجزئيه. ممكن اعمل هنا مثلا، يعني انا هقول لك الخطوه وانت هتعملها او لا. تمام، هنا بقول له تيبل تمام، وممكن اخليه string او ممكن اخليه مثلا من نوع بوليان او من نوع انتجر ايا كان. ممكن اخليه string، احط الطيب يبقى كلمه مثلا ريسبت او كذا. ممكن اقول له 1 و2، او ممكن اقول له ترو او فولس على حسب ما انا عايز. حلو، بقول له الانتجر مثلا، الانتجر ده اسمه ايه؟ نسميه مثلا هنا وليكن سي مثلا الطيب. كلام جميل. وهنا طبعا بقى انا هزود ايه بدل الديبت ده، هوصلها للمرحله اللي هي دي بقى ايه اسمه كريدت. تمام، بس انا مش عايز ان انا اعمل الكلام ده. ممكن واحد يعمله كده، يدخل الطيب هنا، ولو هو مدين يحط المدين، لو هو الدين يحط الدين، ودي صح، مش هقول لك غلط، يعني انا مش بقول ان هي غلط، ولكن انا ما بحبذهاش. يعني انا دايما بحب اخلي كل حاجه تروح على الجدول بتاعها، عشان في وقت مؤقت لما اجي احتاج داتا والكلام ده كله ما ادخلش الدنيا في بعضها. لكن هي مش غلط ومش صح، يعني اللي انا بعمله ده يعني مش هنقول ان هي غلط، اسف، هي تتعمل وتبقى صح، واللي انا بعمله برضو صح. فانت اعمل اللي يريحك واللي انت تختار فيه. طيب لغايه الان انا كده باشمهندس على كلامك ان انت قلت لي ان انا هعمل هنا، انا ماشي بالرسمه بتاعتك، انا عملت جدول سندات القبض. حلو، عندي جدول تاني اسمه ايه؟ اسمه الصندوق. كلام جميل، حلو. والصندوق ده احنا قلنا قبل كده في يوم من الايام ممكن يكون مدين وممكن يكون داين. ازاي باشمهندس ممكن يكون مدين وازاي يكون داين؟ مدين في حاله لو هو استلم فلوس، داين لو هو طلع فلوس.
ايه ده يا باشمهندس، هو الصندوق هيطلع فلوس لمين؟ هيطلع للطالب. ليه يا باشمهندس؟ وارد في وقت من الاوقات طالب جه دفع لي فلوس النهارده، جه مثلا على سبيل المثال انا عندي السنه الدراسيه ب 10,000 جنيه، وجه للطالب في اول السنه قال لي انا اتفضل عامل 10,000 جنيه. احنا طبعا كمدرسه عاملين مثلا خصم، اللي هيدفع الفلوس كاش في اول السنه له خصم مثلا 50 جنيه، اسمه 500 جنيه، 1,000 جنيه، ولسه هنتكلم في موضوع الخصومات شويه. تمام، حلو قوي. طب انا دلوقتي الطالب قعد معايا اسبوع اسبوعين وقال لي خلاص لا، المدرسه بتاعتكم مش عجباني وانا عايز اسحب. طب في الحاله دي الراجل كان دافع فلوس عايز يرجع له، هاخد حق المده بتاعتي والباقي هرجعه له. طب عشان ارجعه له، ارجعه له ازاي؟ ارجعه بسند صرف. وعشان اصرف الفلوس دي اكيد ممكن اصرفها منين؟ من الصندوق. انا مش عايز ادخل بنوك دلوقتي، ممكن اصرفها من الصندوق. طب في الحاله دي لازم اعمل له سند ايه؟ سند صرف. ففي اللحظه دي الصندوق في حاله سند الصرف بيكون مدين، في حاله سند القبض بيكون ايه؟ داين. الله ينور عليك. طيب انا كده دلوقتي الريسبت ستودنت ده خلاص تمام والدنيا زي الفل واموره كلام. طيب الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندس، الخطوه اللي بعد كده ان انا عايز اعمل جدول تاني اللي هو اسمه ايه؟ الصندوق. جدول الصندوق، ركز اهو عندي. هناخد بس اخد بس اختصارا للوقت. عندي جدول الصندوق هنسميه اسمه فاوند اكاونت. كلام جميل، فاوند اكاونت، حلو. تمام، اهو مثلا خلينا نقول فاوند اكاونت واقول له من نوع مايجريت. تعالى نفذ لي الجدول ده، اسمه فاوند اكاونت اللي هو جدول الصندوق، حلو قوي. ومن نوع مايجريت عشان يعمل لي جدول، حلو قوي. ضافه لي هنا الجدول بتاعه زي الشاطر، وفي نفس الوقت ضاف لي الموديل. طيب باشمهندس ايه اللي هيكون في الفاوند اكاونت؟ المبلغ ده دخل الصندوق، حلو، ايه اللي هيكون موجود فيه؟ اقول لك واحده 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 واحده. هذا الفاوند اكاونت، ركز، هذا الفاوند اكاونت. ايه اللي في الفاوند اكاونت يا باشمهندس؟ اقول لك ايه اللي في الجدول الصندوق. اول حاجه هيكون في الايه؟ الاي دي، كلام جميل. وهيكون في التاريخ، هيكون في ريسبت اي دي، وهيرمي على جدول الريسبت ده، يعني هو هياخد رقم السند من فوق. مش انا قلت لك لما ده يتكريت هيروح حاطط رقم السند ده عشان الديتيلز بتاعته هنا اهو في رقم السند هنا. كلام جميل لغايه الان، احنا كده تمام. وهنا طبعا الصندوق هيكون من نوع ديبت ومن نوع كريدت، ممكن يكون مدين وممكن يكون داين. الصندوق بتاعي ممكن يكون مدين ويكون داين، وهنا قلت له نالابل ان هو ممكن احيانا ادخل مدين او ادخل داين، وده الديسكريبشن بتاعي اللي هيدخل فيه الصندوق بتاعي اللي هو سواء الطالب مدين اسمه اللي هو مثلا دفعه تحت الحساب مش عارف ايه الكلام ده كله. لغايه الان الدنيا حلوه والامور كلها تمام وزي الفل. حلو، نقفل ده ونشوف الدنيا في ايه. انا هنا دلوقتي عملت ايه؟ ادى الجدول بتاعي خلاص، ضفت ده وضفت الصندوق، وانا كده كده اوريدي معايا جدول الطالب. حلو قوي، لغايه الان الدنيا حلوه والامور كلها تمام زي الفل. تعال نشوف بقى جدول الطالب. احنا كده خلاص بقى بلاش ايه عايزين دي. تعال نشوف جدول الطالب. ايه اللي جدول الطالب؟ جدول الطالب هيختلف شويه، ستودنتس اكاونت هيختلف شويه اهو، اللي هو في جدول حسابات الطلاب. ركز ركز عشان جدول الطالب فيه تركايه هتحصل دلوقتي، تركايه هتحصل دلوقتي. حلو قوي، ايه اللي في جدول الطالب اهو؟ واحده واحده. ايه اللي انت زودته يا باشمهندس؟ خليني زي ما انا عشان ايه ما تقولش انت عملت حاجات كتير. ما زودتش غير حاجه واحده بس اهي، ثواني، انا ما زودتش غير حاجه واحده بس. كل اللي عليا ان انا زودت حاجه اسمها ريسبت اي دي اللي هي بتاخد من جدول السندات. طيب حلو قوي، يعني اذا الطالب حسابه، تعالى كده لو جينا نروح بص على الستودنتس اكاونت، حساباته كانت ايه؟ نفس كل ده حسابات الطالب. كل اللي عليا ان انا هنا
في ده الفيس انفويسز اي دي. حلو، انا ضفت كمان ان هو ممكن يدخل عليه يعني حساب الطالب، وارد يدخل عليه فاتوره، وممكن يدخل عليه سند قبض، وممكن يدخل عليه سند صرف. حلو قوي، الله ينور عليك. قلت له هنا ان في الفيس اي دي ممكن يبقى نلبل، يعني ممكن ان انا ادخل عليه سند قبض، ممكن ادخل عليه فاتوره، وان شاء الله قدام هندخل عليه سند صرف. حلو قوي، وده حسابات الطالب زي ما هي، ومدين وداين والدنيا زي الفل. طيب سؤال بقى بسيط جدا كده، وتعالى نعمل نقول مايجريت. تعالى كده ايه نقول له يلا نشيء للكلام ده في الداتابيز ونسمي الله كده ونشوف ايه اللي هيحصل. هل يا ترى هيحصل معانا مشكله ولا لا؟ تعال نشوف، وانا متعمد ان انا اعمل الحاجات دي دايما قدامك. هنا مبدئيا هو ما عملش اي مشكله، ركز، هو ما عملش اي مشكله. حلو قوي، طب تعالى هنا نقول له نختبر حاجه كويسه، نقول له اعمل لنا بي اتش بي ارتزن، اعمل لي مايجريت فريش، وبعد ما تعمل فريش اعمل لي سيدر لو سمحت. تمام، ونقول بسم الله، يلا انطلق. احنا كاتبين ايه؟ سيدر. تعال نشوف ايه اللي هيحصل معانا لما نعمل سيدر بقى ونعمل مايجريت فريش للداتابيز. هو هيبدا ينظف الداتابيز كلها. حلو، هل يا ترى هيضرب معانا ايرور؟ مش هيضرب معانا ايرور، هيمشي مش هيمشي، وهنقول الدنيا حصلت فيها ايه او الكلام ده كله. هو دلوقتي شغال اهوت، بيبدا ينشئ الجداول بتاعتي. انا متعمد دايما ان انا اعمل الحاجات دي قدامك، ما عنديش مشكله ان الفيديو يبقى طويل، بس برضو احب كل حاجه تكون قدامك وعلى الملأ زي ما بيقولوا. حلو، هو دلوقتي واقف فين؟ في جدول الطلاب. حلو، هيعمل مايجريت لجدول الطلاب، عامل ايه البروموشن بتاعتي، كلام جميل، عدى من الجدول ده. هنشوف بعد كده هل هو هيضرب كونفليكت عند فين وهيقف فين وايه اللي هيحصل. عمل جدول الرسوم الفيسز، كلام جميل، وعمل الفيس انفويسز، كلام جميل، لغايه الان تمام والدنيا زي الفل. وراح قال لي الاستودنت اكونت، هوبا، وراح واقف. ايوه، وقف هنا ليه؟ واحدة واحدة بقى، نقل الكلام شوية. أنت دلوقتي هو واقف فين؟ تعالى، أنا دايماً بحب إيه؟ أخليك تاخد كل حاجة بتحصل قدامك. دلوقتي هو راح جه كاريت جدول للستودنتس أكونت، راح واقف عنده. ما رضاش يعمل له كريت في الداتابيز. ليه يا باشمهندس ما رضاش يعمل له كريت في الداتابيز؟ أقول لك تعالى واحدة واحدة، نشوف جدول الستودنتس أكونت ده فيه إيه؟ عشان هو اعترض عليه. طيب هو الراجل دلوقتي راح رايح ضيف دي، حلو، راح ضيف الطيب، وراح ضيف دي، هوب راح واقف هنا وقال لك والله ما انا عاملها. يا ابني ليه ما انتش عاملها؟ قال لك لا انا مش عاملها. يا ابني ليه؟ قال لك يا عم انت بتقول لي دلوقتي انت في فورين كي بينك وبين جدول اسمه ريسيبت اي دي، وفي جدول اسمه ريسيبت ستودنتس، صح؟ قلت له ايوه نعم. قال لي طب هو فين؟ ركز، بالبلدي، الراجل دلوقتي راح على الجدول، راح جاري ينفذ، راح واقف عند الحتة دي بالظبط، وقف هنا. قال لي والله ما انا عامل الحتة دي. ليه يا ابني؟ قال لي يا عم انت بتشتغلني، انت بتقول لي دلوقتي ان في جدول اسمه ريسيبت ستودنتس وانا عامل فورين كي مع الاي دي بتاعه، صح؟ قلت له ايوه مظبوط. قال لي انت كده بتضحك عليا. قلت له ليه؟ قال لي انا ما فيش عندي جدول اصلا اسمه كده. ازاي يا عم ما انا حاطط لك الجدول؟ لا تعالى بقى نشوف الجدول اتحط ازاي. الريسيبت اي دي او ريسيبت ستودنتس بيتنفذ بعد مين؟ بعد الطالب. لا انا مش عايزه يتنفذ بعد الطالب، امال انا عايزه ايه؟ انا عايزه يتنفذ قبل الطالب، لان الطالب واخد اي دي من الريسبت ستودنتس. حلوه، الله ينور عليك. يبقى دايما عود نفسك في موضوع المايجريشن، ركز قوي في المايجريشن، مين الاحق يبدا الاول. يعني دايما ما تيجي تشتغل في المايجريشن ما تهبطش وخلاص، لازم تبقى عارف مين اللي بيبدا الاول ومين اللي مبني عليه علاقات. يعني النهارده ما اقدرش اعمل جدول وابني عليه علاقه وهو اصلا الجدول لسه ما اتعملش، فانا كده بضحك على الكومبايلر بتاع التشغيل عندي، فهو كده بيرفض. طب حلو، طب اللي انا عايز اعمل ايه يا باشمهندس؟ انا عايز الريسبت هو اللي يبقى هنا الاول. اعمل دي ازاي؟ طيب ده متكريت يوم كام؟ 21/6/2021، وده متكريت يوم كام؟ 8/6/2020. طيب لو انا جيت قلت انا اهو، قلت له لو سمحت دي ابسط مثال، يعني ابسط حاجه، قلت له هنا، رحت جاي اهو وقلت له 07، يعني اتكريت يوم 7/6، ونضغط انتر، لاحظ راح طالع فين؟
طالع هنا، طب انا مش عايزه مثلا يطلع هنا، ممكن اخليه عايزه يبقى بعد دي. حلو، يبقى انا كل اللي عليا اجي هنا اقول له مثلا ديت سي مثلا يوم 9/6. حلو، ودي خليها لي مثلا وليكن سي مثلا 8/6. حلو، يبقى اذا دلوقتي الفواتير هتتكريت، وبعد كده هتكريت سندات القبض، وبعد كده حسابات الطالب، وبعد كده يروح متكريت الصندوق، لان الصندوق بص ده هيتكريت، ده هياخد الاي دي بتاع اللي فوق، وده هياخد الاي دي بتاع اللي فوق. يبقى اذا دلوقتي انا عايز الريسبت هو اللي يتكريت معايا الاول. حلو، طيب تعال نقول له يلا يا عم انا ما عدتش بضحك عليك، وانت طلعت كومبايلر ذكي وكشفتني لما انا ضحكت عليك. طيب في اللحظه دي انا بعمل مايجريت فريش عشان اشوف هل فعلا هو هيعترض على الجزئيه دي ولا لا. لو مشاها يبقى احنا ماشيين صح، طب لو ما مشاهاش يبقى احنا ماشيين غلط. حلو قوي، كده هو شغال في الفورين كي، وبعد كده مشي بدا ايه ياخد الجداول اهوت بالترتيب، راح على الستودنت. كل ده انا ما عنديش مشكله، هو هينفذه، انا عايزه بس ينفذ اللي انا عملته دلوقتي. هل فعلا هينفذه ولا هيرفض معايا ويقول لي انت بتشتغلني وبتضحك عليا ولا وضعه ايه؟ طيب هو راح على البروموشن، راح على الفيزز، كلام جميل، راح على الانفويسز، المفروض يكريت سند الاب دلوقتي اللي هو ريسبت ستودنتس، راح مكريته تمام زي الفل، وراح مكاريت الستودنتس اكونت زي الفل، ما عنديش اي مشكله. المفروض يكاريت الفاند ايه اكونت اللي هو الصندوق. بعد ما كاريت دخل على السيدر، الراجل دلوقتي كاريت لي كل حاجه ودلوقتي بيحط لي السيدر بتاعي. اذا دلوقتي انا ماشي صح 100%. حلو، الجزئيه اللي انا عملتها قدامك دي عشان تبقى انت فاهمها، عشان لو في وقت اوقات لما تواجهك مشكله في يوم من الايام في موضوع الريليشن شيب تبقى انت فاهم اصلا الريليشن شيب اتعملت ليه والايرور ده ضرب معايا ليه. كده نقول مبدئيا احنا كده ظبطنا الدنيا بتاعتنا والامور كلها تمام. تعال هنا نعمل ريفريش. طبعا احنا دلوقتي بقى في الدرس السابق عملنا السيدر وعملنا الدنيا ديت، فالدنيا معانا زي الفل وحلاوه، ما عدتش بقى لا اعمل ريجستر ولا الافلام دي كلها. طبعا هو دلوقتي ضاف لي قائمه مراحل دراسيه وضاف لي كل ايه الدنيا بتاعته، ادي المراحل الدراسيه وادي الامور تمام. طيب كل اللي علينا هنروح الحسابات، ما اعرفش احنا كنا بنعمل في الرسوم الدراسيه، لا ما كناش ضايفين حاجه. طيب حلو قوي، طيب نتأكد بس الطلاب اللي عندنا. طبعا احنا كنا عاملين طالب كمان من ضمن الحاجات اللي احنا كنا عاملينها، ان احنا كنا عاملين طالب. حلو، الطالب ده اسمه احمد ابراهيم في الصف الاول الابتدائي. حلو، يبقى انا احط رسوم مثلا للصف الاول الابتدائي، هاجي هنا اقول له رسوم دراسيه، قلت له هنا رسوم دراسيه، وهنا الاسم بتاعها بالانجليزي ايا كان، حط رسوم، وده رسوم 10,000. كلام جميل، دي عباره عن ايه؟ المرحله الابتدائيه الصف، ثواني هو دلوقتي لسه بيجيب معايا الاجاكس فين، اتاكد بس احنا ضايفين فين الطالب ده، ممكن مش في المرحله الابتدائيه، خلينا اتاكد بس فين الطالب، قائمة الطلاب مش عارف ايه هو مرحلة ابتدائية ولا الإعدادية، مرحلة ابتدائية الصف الأول. طيب هنا، طيب نروح بس على الصفوف نشوف هل المرحلة الابتدائية ليها صف ولا لأ، الصف الأول الإعدادي الصف الثاني. طيب هو ما عملش، ماشي مفيش مشكلة. طبعا هو زي ما قلت لك أحيانا المايجريشن اللي هو بتاع السيدر ممكن ما يعملوش يعني. فانا ما فيش مشكله، قلت له هنا في الصف الاول الابتدائي مثلا ايا كان يعني. تمام تمام معلش هنرجع تاني اتاكد بس ان هو سمع معايا في الصف الاول ولا لا. هنا قلت له مرحله ابتدائيه، حلوه قوي، الصف الاول رسوم دراسيه، وحط الترجمه بتاعتها بالانجليزي 10,021، نوعها رسوم دراسية. حلو، كلام جميل، الراجل ده عليه رسوم دراسية، قلت له رسوم باص خط
واحد احيانا، لان انا قلت لك قبل كده بيحصل في المدارس ممكن يكون خط واحد وممكن يكون خطين، وارد يعني. قلت له خط واحد ب 2000 جنيه على المرحله الابتدائيه على الصف الاول سنه 2021، ودي نوعها رسوم باص، ولو عايز اكتب ديتيلز معاها او الكلام ده كله هكتب ديتيلز معاها. لغايه الان الدنيا حلوه والامور كلها تمام. طيب ده كل ده احنا عملناه باشمهندس، بتاع تعيده ليه؟ اقول لك معلش اصبر عليا شويه وما تستعجلش. طيب هروح على الطلاب عشان اعمل فاتورة على الطالب. حلو قوي. تعال هنا نقول له هنا معلومات الطالب، قائمة الطلاب. عايز اعمل فاتورة على الطالب اللي هو اسمه احمد ابراهيم. رحت واقف هنا قلت له اضافة فاتورة رسوم احمد ابراهيم الراجل ده. طيب هنا بقى اللي حصل كالتالي، طبعا هنا في الرسوم الدراسيه، عشان المشكله هو يعني ما قراش كل الكلام ده ليه. هقول لك ما قراش كل الكلام ده ليه واحده واحده. تعالى ناخد بس الاقسام في المرحله الابتدائيه الصف الابتدائي ب. طيب حلو قوي. تعالى بس اتاكد من حاجه، لان طبعا السيدر لما عمله عمل لي على الصف الابتدائي الصف الثاني. احنا عايزين هنا نقول له عندي هنا الصف الاول، بس خلينا نعدل بس الجزئيات دي. ده الصف الاول. حلو. طيب خلينا بس نتاكد، لان ده السيدر لما عمله عمله لي حاجه مختلفه، ودي طبعا ممكن انها ان شاء الله بعدين قدام يعملها لي لوجيك، يعني ما يعملهاش بمزاجه كده. دي الصف الاول به ايا كان. وقلت له هنا لو سمحت انا عايزك تعمل لي اضافه رسوم، برضو مش قادر يسمع، يبقى احنا نريح نفسنا خالص واتاكد بس الرسوم بتاعتنا دخلت على اي صف. صف الابتدائي الف، الصف الاول الصف الاول الابتدائي تمام. هنا انا عندي مشكلة بس في القسم، طيب خليني يعني خلينا نبقى منطقيين شوية ونحذف القسم، وخلينا أضيف أي حاجة المرحلة الابتدائية وأقول له هنا ألف وهنا A وأضغط أوكي. تمام تمام وأروح بس على الطالب، خليني بس أعدل شوية حاجات. أقول له هنا تعديل معلومات الراجل ده في هنا مرحلة الابتدائية الصف الأول ألف، والباسورد بتاعه. وطبعا لسه هنحل الجزئيات المشكلة بتاعة الباسوردات دي. لغاية الآن احنا تمام. طيب تعال نروح شوف هنا هيسمع عندي في الفاتورة لا، لأن طبعا ده موضوع السيدر برضو ايه عمل المشكلة. اه سمع معايا على طول. طيب قلت له احمد ابراهيم ده على رسوم دراسيه 10000 قيمه الرسوم الدراسيه. طبعا انا قلت لك دي الحاجات دي تقدر تعملها بالاجاكس، هي لها لفه شويه طويله شويه عشان احنا بنشتغل بالفورم ريبيتر، وده قيمه رسوم الباص، وده غت تاكيد. حلو. انا كده دلوقتي ضفت فاتوره على احمد، انا ضفت فاتوره عليه. طيب برضه مش باشمهندس مش مشكلتنا النهارده، اقول لك معلش اصبر عليا شويه عشان خاطري. ادي دلوقتي ال 10000 وده ال 2000 ونزلوا عند الفواتير ونزلوا على اي حساب الطالب من الدرس اللي فات. حلو. درسنا النهارده بقى كالتالي يا باشمهندس، ايه اللي احنا عايزين نعمله؟ اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نقف على الطالب ونعمل عليه سند قبض. اهو انا عايز اقول له هنا اضافه رسوم، عايز اقول له سند قبض استلم لي فلوس. كلام جميل. حلو قوي. تعالى كده نروح على هنا بالمره بس اجيبها، في البيجز، في الستودنتس، في الاندكس، ومن ضمنها السند قبض. هاتهولي كده واخد ده كوبي. حلو. طيب سند القبض فين؟ المفروض دلوقتي انا اروح على الفيو، على البيجز، على الستودنتس، هلاقي عندي حاجه اسمها اندكس. كلام جميل.
حلو، دي كانت إضافة رسوم صح؟ بعدها كده هيكون سند القبض. إيه سند القبض يا باشمهندس اللي أنت عملته كوبي بيست؟ أقول لك واحدة واحدة. إيه اتش ريف؟ عادي خالص. إيه اتش ريف؟ قلت له هيروح على الريسبت دوت شو وياخد معاه الأي دي بتاع الطالب. حلو قوي. يعني لو جيت عملت هنا ريفريش كده هيظهر معايا في التابة الدروب بوكس كده في عندي ظهر سند قبض، أضغط عليه هيروح على الريسبت وياخد معاه الاي دي. حلو قوي. هيروح فين بقى يا باشمهندس؟ هيروح على الشو. الله ينور عليك، حلو. ايه اللي في الشو ده بقى؟ نشوفه. ايه في الاندكس ده؟ مش محتاجينه دلوقتي. هو المفروض دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اب هيروح على الريبوستري بتاعنا، هيروح على الايه الريبوستري. هو المفروض هيروح هنا، هيروح في الشو هنا. حلو. ايه اللي هو هيعمله في الشو؟ يا ترى هو هيعمل ايه في الشو؟ اقول لك تعالى نروح على الريبوستري بتاعنا، اخد بس الجزئيه ديت ونشرح ايه اللي في الشو. هذا اللي في الشو لا اكتر ولا اقل. الراجل دلوقتي عملت متغير اسمه ستودنتس، قلت له انت هتروح على جدول الستودنتس ليه؟ فايند اور فيل، هات لي بيانات الطالب بتاعي. قال لي خلاص ماشي. قلت له ريتيرن، هترجع على صفحه اسمها بيجز دوت ريسبت، هتلاقي في عندك حاجه اسمها الاد ان انا اعمل عليه سند قبض. كلام جميل. طيب هل الصفحه دي موجوده عندي ولا لا؟ مش موجوده. طيب عشان نتاكد ان هي مش موجوده خلينا نكمل زي ما احنا ماشيين عادي. هنروح على الستودنتس على الايه على الكنترولر بتاعي، انده على الشو. قلت له ايه؟ بقول له لو سمحت انده لي على الفانكشن بتاعتي ريتيرن. كلام جميل. ذس ايه؟ انا عندي الريسبت بتاعي. قلت له لو سمحت انا عندي حاجه اسمها الشو. قال لي كلام جميل. قلت له البارامتر بتاعها ادي الاي دي. قال لي حلو قوي. وقلت له هنا ريفرش، هيقول لي نوت فاوند، هو مش عارف صفحه اسمها كذا كذا كذا. على طول اهو بيقول لي فيو بيجز ريسبت دوت اد نوت فاوند. انت بتقول لي ارجع على صفحه اسمها كده، هو انا ما عنديش الكلام ده كله. طيب حاضر، ما عندكش الكلام ده كله، احنا اسفين يا باشا، هنجيب لك احنا الكلام ده ما تزعلش. طبعا انا مجهز الصفحات اللي هي بتاعت الاد والديليت والحاجات دي كلها، انا مجهزها يعني اختصارا للوقت، يعني مش اختراع اللي انا عملته يعني ولا حاجه. طيب ادي الريسورس، ادي الفيو، ادي البيجز، وحطيت له الفولدر اللي فيه الاد والابديت والانسيرت والكلام ده كله. ادي اهو، قلت له لو سمحت ارجع كده اعمل لي ريفريش وهوريك كل حاجه. رجع على صفحه عاديه خالص، سند قبض، ادي المبلغ وادي البيان بتاعي، وطبعا المفروض انت هتحط الفاليديشن بتاعك وتظبطه، وبقول لي سند قبض احمد ابراهيم. حلو قوي لغايه الان، تمام والدنيا زي الفل. نقفل كده الكلام ده عشان نشوف صفحه الاد اهي. ادي الريسورس، ادي الفيو، ادي البيجز، ادي الستودنتس. معلش انا اسف، في الريسبت. الريسبت انا عندي صفحه اسمها اد ديليت اديت اندكس، طبعا كل دي الحاجات انت بقيت محترف فيها. ادي صفحه الاد، صفحه عاديه خالص ما فيهاش اي حاجه. طيب صفحه الاد دي لما انا هدخل البيانات هكتب مثلا مثلا نقول 5000 جنيه. حلو، الراجل ده جه دفع لي 5000 جنيه وذلك مقابل دفعه سي مثلا دفعه من الرسوم الدراسيه زائد سداد رسوم باص الترم الاول وليكن، وعملت تاكيد. حلو، في اللحظه اللي بعمل فيها تاكيد ديت هتروح فين؟ هتروح على حاجه اسمها ريسبت دوت ستور. كلام جميل، ريسبت دوت ستور. حلو قوي، فين الريسبت دوت ستور ده يا باشمهندس؟ اهو ادي الريسبت دوت ستور. طبعا الفاليديشن بتاعك قلت لك بقى ان انت المفروض ترجع الفاليديشن بتاعك. طيب وجيت هنا قلت له ايه؟ تعالى كده نقول له على سبيل المثال ريتيرن، رجع لي الريكوست كده، انا عايز اتفرج على الريكوست اللي انت مرجعه لي. حاضر يا عم، افرجك على الريكوست اللي ده راجع. كلام جميل. ما تنساش ان انا في الكنترولر الجميل هعمل ايه؟ انده على الميثود بتاعتي. انا ممكن اعمل كده اختصارا للوقت، وقلت له هنا ده الشو وهتاخد الايه الريكوست اهو. كلام جميل لغايه الان، الدنيا حلو. طيب جيت هنا قلت له تاكيد اهو، رجع لي بالبيانات بتاعتي، قال لي الديبت 5000 وده الستودنت اي دي الطالب بتاعي وده الديسكريبشن. طيب الستودنت اي دي جابه منين يا باشمهندس؟ اهو انا عندي هنا الستودنت اي دي عامله هيدن مخفي، انا عايز بس ايه يبقى موجود معايا وخلاص، ما يظهرش لولي الامر او ما يظهرش للشخص اللي هيعمل السند. لغايه الان الدنيا حلو. طيب كود الستور ابوس ايدك ورجلك ركز فيه قوي. كود الستور ابوس ايدك فيه ركز، ليه؟ كود الستور كبير شويه. ازاي؟ احنا دلوقتي اتفقنا لما قلنا احنا كنا عاملين رسم بيان، قلنا هنحفظ في جدول سندات القبض وجدول حساب الصندوق وجدول حساب
مين؟ الله ينور عليك، جدول الطالب. حلوة. تعالى كده في الأول قبل أي حاجة، في عملية الستور عندي كده، أنا دايما لما باجي أشتغل بشتغل بإيه؟ بتراي والكاتش. أنا دايما بحب أشتغل بتراي والكاتش، عشان لا قدر الله حصل لي أي مشكلة، حصل لي أي حاجة، يبقى أنا كلها أموري كلها تمام والدنيا زي الفل معايا. أدى التراي والكاتش، وافهم واحدة واحدة إيه اللي هيحصل. أه دايما ظبط الجداول بتاعتك بالشكل ده. طيب أول حاجة بيقول لي إن الكلاس بتاع الدي بي مش موجود، قلت له حاضر، ده امبورت كلاس دي بي. طيب حلو أوي. أنت يا باشمهندس عودتني حاجة، إن أنا لما هشتغل في جدول أو اتنين أو تلاتة بشتغل بحاجة اسمها بيك ترانزاكشن، اللي هي عشان جدول أنا بحفظ في الجدول الأول والتاني والتالت والتلاتة مربوطين ببعض. طب افرض هو في الأول حفظ، التاني حصل فيه مشكلة والتالت حصل فيه مشكلة، في اللحظة دي يعمل رول باك ما يكملش، يقف ويمسح كل اللي عمله. حلو قوي. يبقى اذا دلوقتي من البدايه كده زي الشاطر اعمل حاجه اسمها البيك ترانزاكشن، وانا علمتها لك اكتر من مره اهو قبل التراي والكاتش. كلام جميل. حلو، احنا كده كل شغلتنا هتبقى فين؟ هتبقى جوه التراي. حلو قوي. طب الراجل ده بعد ما نفذ، بعد ما نفذ نفذ كل الكلام ده خلص التمام، يعني هنا حطيت الجدول واثنين وثلاثه واربعه، وهنا في الجزئيه دي بعد ما خلص يعمل ايه؟ الله ينور عليك، هيعمل كوميت للكلام ده كله. حاضر يا عم، هيروح عامل الجزئيه دي، هيعمل دي بي كوميت ويبعت لي رساله ان انا مبروك انت سجلت بنجاح وما فيش اي مشكله، ويوديني على ايه؟ السندات القبض دوت اندكس. كلام جميل. ايه بقى اللي هيكون هنا يا باشمهندس؟ اقول لك واحده واحده، خد تكتكه واحده واحده. انا دلوقتي على سبيل المثال عايز احفظ في جدول سندات القبض، عايز احفظ في جدول سندات القبض. اول حاجه تعالى ما ننساش ان انا اعمل امبورت للموديل بتاع ريسيبت اكونت. تعالى كده نشوف جدول سندات القبض ده هيكون فيه ايه، ايه اللي انا بحتاجه، ايه المعلومات اللي انا هحتاجها. تعالى نعمل هنا ريفرش في جدول سندات القبض، عندي ريسيبت اكونت. كلام جميل. عندي ايه؟ عندي الديت. حاضر، قلت له الديت هياخد الديت ناو. كلام جميل. ايه تاني اللي عايزه؟ عايز الستودنت اي دي. حلو، قلت له دلوقتي الستودنت اي دي هيجي لك من الريكوست اللي جاي لك من الستودنت اي دي اللي هو الهيدن. قال لي كلام جميل. ايه تاني يا عم انت عايزه؟ انا عايز الديبت. الجدول ده ايه؟ سند القبض دايما يقول ان احنا مدين. حلو، هيجي لك من الريكوست اللي هو المبلغ اللي احنا كتبناه، ادى الديبت اهو. كلام جميل. ايه تاني يا باشمهندس عايزه؟ عايز الديسكريبشن، الوصف بتاعي اهو، هيجي لك من الايه؟ من الريكوست بتاعك اهو، وذلك دفعه مقابل مش عارف ايه كذا كذا. حلو قوي لغايه الان، تمام، كلام جميل. خلصت يا عم الكلام ده كله؟ سيف. قال لي خلاص ماشي، دي اول جدول. حلو قوي. الجدول الثاني الصندوق، المفروض دلوقتي انا هستلم ايه؟ هستلم الفلوس. الله ينور عليك. رحت عامل الفاند اكونت، ما انساش ان انا اعمل امبورت للموديل، عملت متغير قلت له نيو فاند اكونت. كلام جميل. طب تعال نشوف الصندوق كده عم سمير كان بيحتاج ايه وايه البيانات اللي بحتاجها في جدول الصندوق. حلو، اول حاجه هحتاج الاي دي، هحتاج الديت. حلو، الراجل قال لي اتفضل ادى الديت ناو. كلام جميل. هحتاج هنا ركز بقى هنا، هحتاج الريسبت اي دي، هحتاج الريسبت اي دي. فانا في الحاله دي قلت له الريسبت ستودنتس اللي هي من فوق ديت الاي دي، يعني بعد ما تسيف ده سيادتك انت بتدي له اي دي، صح؟ الله، قلت له لو سمحت حطه لي هنا. في بعض الناس او انا في كورس الفواتير كنت عامل حاجه اسمها اللاست اللي هو يجيب لي اخر اي دي، عادي تمشي برضو، بس دي زياده امانا عشان ما يحصلش كونفليكت. ممكن اتنين يعملوا، يعني مش عايز اقول لك ده من رابع المستحيلات، ولكن ممكن تحصل 1% او 2% يعملوا سند في نفس اللحظه، فممكن يحصل كونفليكت معاهم، هو مش عارف اخر واحد من فين. تمام، حلو قوي. طيب ايه تاني يا باشمهندس بتحتاجه؟ بحتاج دلوقتي الصندوق مدين ولا داين؟ مدين. الله ينور عليك. يبقى انا هاخد الديبت لانه هو استلم فلوس. طب الكريدت هخليه صفر، هو الصندوق ما دفعش فلوس دلوقتي. حلو قوي لغايه الان، كلام جميل. يبقى هنا انا محتاج ايه؟ الديبت، ومحتاج الكريدت صفر، ومحتاج الديسكريبشن. الله ينور عليك. ايه الديسكريبشن بتاعي؟ اللي هي الدفعه وذلك مقدمه اللي هي جايه من ايه؟ من الريكوست بتاعي. ده الجدول الثاني. طيب باقي لي جدول يا باشمهندس اللي هو حسابات الطلاب اهو، ركز اهو، قلت له ده الستودنت اكونت، ما انساش ان انا اعمل امبورت واقول له هنا جدول حسابات، معلش، حسابات الطالب مثلا او الطلاب، جدول حساب الطالب ايا كان سميها يعني. تمام. طيب تعال نروح نشوف الجدول بتاع حساب الطالب بيكون ايه. ادى الستودنتس اكونت، حسابات الطلاب بيكون فيها ايه يا باشمهندس؟ ايه اللي بحتاجه؟ اول حاجه بحتاج الديت. حاضر، ادى الديت جبته لك. بحتاج ايه؟ بحتاج الطيب. طيب هو اللي داخل عليه في حساب الطالب ده فاتوره ولا سند؟ اهو سند، ريسبت استلام. كلام جميل. ادى الطيب.
ايه التاني اللي بتحتاجه؟ بحتاج الفيس اي دي، ده انا مش هحتاجه لان هو مش فاتوره. كلام جميل حلو. وعندي هنا ايه اللي احتاجه؟ اهو خليني بس ايه امشي لك بالترتيب عشان تبقى انت ماشي معايا بالترتيب. حلو قوي. قلت له دلوقتي الريسيبت اي دي، سند القبض ده رقم كام؟ هياخده من ايه؟ من الايه؟ من الجدول اللي فوق. حلو قوي. والستودنت اي دي هياخده من ريكوست الستودنت اي دي. حلو قوي. هنا بقى في اللحظه دي الطالب مدين ولا داين؟ انت قلت لي ان هو داين. الله ينور عليك. يبقى اذا دلوقتي الديبت بقى صفر. طب امال مين اللي داين؟ الكريدت. حلو. واخد منين؟ اخد من المبلغ من هنا اهو، ده المبلغ. يعني الطالب دايني ب 5000. حلو قوي. لغايه الان الدنيا زي الفل. وبعد كده بعد مشمهندس ايه تاني؟ محتاج الديسكريبشن، دفعه مقدمه مش عارف من ايه الكلام ده كله، هات الديسكريبشن. تمام. خلصت يا عم الدنيا زي الفل والدنيا لوز معاك؟ اه تمام. صيف بقى يا معلم كده خالص وتوقع الله. قول له كوميت في الداتابيز كده. الراجل ده انا كده ماشي دلوقتي صح الصح ان شاء الله. لو حصل مشكله في اي جدول من دول سيادته مش هيكمل، لان انا بشتغل بالبيك ترانزاكشن، لان معايا ثلاث جداول. حلوه. طبعا اللي انا بقول لك عليه ده هيتنفذ في جزء من الثانيه في الثلاث جداول. نسمي الله، نسمي الله، نرجع كده زي الشطار، نعمل هنا ريفريش، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقول 5000 جنيه ونكتب هنا دفعه من رسوم الترم الاول زائد رسوم باص الترم الاول وليكن سي مثلا. وطبعا لسه هنتكلم في طباعه، ده لسه قدامنا موال تاني. وقلت بسم الله الرحمن الرحيم تاكيد. طيب هو ما اشتغلش ليه؟ اه طيب ماشي حاضر، نتاكد بس من جزئيه معينه. هو ليه ما اشتغلش؟ هنفهم بس واحده واحده. نتاكد هو كده دلوقتي ما نفذش ليه؟ اه هو دلوقتي نفذ صح. لا لا هو نفذ، هو نفذ فين؟ بالدليل ان هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ارجع لي هنا على الريسبت دوت اندكس. طيب حلو قوي، هو رجع على الريسبت دوت اندكس. طبعا الاندكس لو تلاحظ انا لسه مش حاطط فيها اي حاجه، فطبيعي ان هو مش لاقي اي حاجه. حلو. طب هو نفذ يا باشمهندس؟ اه نفذ. ليه؟ تعالى واحده واحده كده. اول جزئيه احنا كنا بننفذ فين؟ ركز، احنا كنا بننفذ فين؟ في الريبوستري بتاعي. اه يا سلام. طيب اللي احنا عملناه الغلط بس الوحيد ان احنا الكود ده الستور كتبناه فين؟ كتبناه في الكنترولر. معلش انا اسف جدا 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 اهو، معلش احنا اسفين. هو نفذ الجزئيه صحيحه تمام، بس الكود بتاعي المفروض يبقى في الريبوستري بتاعي مش في الكنترولر، فمعلش انا اسف جدا. هضطر ان انا اعمل ايه؟ اعمل ده امبورت، واعمل ده هنا امبورت، واعمل ده هنا امبورت، وهنا تمام زي الفل. والكنترولر بتاعي هنا كل دولت مش محتاجه، ما تندهش عليهم، ولا الدي بي تنده عليه، ولا الفاند اكونت تنده عليه. حلو قوي. وكل اللي عليا هنا جيت في في الستور اهو، جيت هنا قلت له الستور. طبعا الستور البارامتر بتاعه بياخد الريكوست اللي جاي. طبعا انت المفروض بقى تعمل فاليديشن بتاعك وتظبط الدنيا بتاعتك. حلو قوي. تعالى كده دلوقتي نشوف احنا كنا بنحفظ ازاي. اول حاجه بنحفظ في جدول سندات القبض. هل فعلا باشمهندس هو حفظ في جدول سندات القبض؟ عند حاجه اسمها ريسبت ستودنتس. بسم الله، خد الاي دي بتاع الطالب، سند القبض ب 5000 وخد الدفعه. كلام جميل. ايه الخطوه الثانيه باشمهندس؟ كان بيحفظ في جدول الصندوق الفاند اكونت. هل هو فعلا حفظ في الفاند اكونت ولا لا؟ ادي الفاند اكونت حفظ فيها اهو، احنا واقفين في الفند اكونت. وطبعا هنا الصندوق عندي ايه؟ مدين، والديبت صفر لان هو الصندوق ما طلعش فلوس، وده رقم الاي دي بتاع الايه؟ بتاع السند. حلو قوي. وممكن استغنى عن كل الكلام ده واجيبه من ايه؟ من هنا بس. انا يعني بمشي معاك يعني السهل الممتنع اللي زي ما بيقولوا يعني. وممكن انت تجيب كل معلوماتك يعني، ممكن بس كل اللي عليا اشيل مثلا الديسكريبشن ديت وابقى اجيبها، لو عايز انده عليها ابقى اجيبها من الايه؟ من الاي دي. ما انا كده كده معايا البيانات قدامي. طيب ايه الخطوه الثانيه يا باشمهندس؟ طيب حافظ فين؟ حضر في جدول الطالب. حلو قوي. تعال نروح على الستودنتس اكونت. كلام جميل اهو، ركز في جدول الطالب. ايه اللي حصل؟ الراجل ده كان معمول عليه فاتوره، فاتوره وبعد كده اتعمل له سند قبض، وده الاي دي بتاعي، واخد رقم السند اهوت، وخد المبلغ بتاعي هنا. ركز، الطالب كان ديبت دلوقتي بقى كريدت. الراجل ده مدين بكام؟ ب 12000، سدد 5. حلو قوي. لغايه الان احنا كده تمام وزي الفل. طيب في وقت من الاوقات لما اجي عايز ان انا اعمل بقى اشوف انا عايز اجيب المبالغ اللي على الطالب، انا عايز يعني انا هديك بس تيست بسيط كده نشوف. مثلا تعالى دلوقتي
نعمل مثلا جزئية، تعالى نعمل هنا متغير سي مثلا اسمه ديبت. طيب انا عايز اجيب حسابات الطالب، عايز اجيب الطالب مثلا اشوف هو عليه فلوس ايه وعليه ايه الكلام ده كله. قلت له الفاند اكونت، الستودنت اكونت، كلام جميل حلو قوي. حلو، قلت له ايه هوير هوير لما يكون احنا هنا في حسابات الطالب، عندي هنا حسابات الطالب الستودنت اي دي. طبعا الكلام ده كله هيجي ايه، هيجي دايناميك، بس احنا بنجرب بايدينا بس، يعني كده عشان بس اوريك حاجه. هوير الستودنت اي دي لما يساوي وليكن سي مثلا واحد، اعمل ايه بقى؟ الله ينور عليك، هات لي الصم مجموع الديبت. حلو قوي، ادي مجموع الديبت. كلام جميل يا عم، كلام جميل. شايف اللي سيادتك اللي انت عملته ده؟ هو ده اخوه. وهات لي نفس القصة هنا، مش مجموع الديبت، مجموع الكريدت. ادي الكريدت هنا، علامة الدولار ساين، اتاكد ان احنا هنا الديبت كابيتال، وهنا برضو احنا برضو المسميات عندنا فيها مشكله، ان احنا بنعمل واحد كابيتال واحد سمول، فده في حد ذاته مشكله. طيب مش مشكله، يعني يفضل دايما يكون حاجاتك كلها ايه ستاندر كده، سمول او كده او ايا كان. طيب حلو قوي، انا كده جبت مجموع المدين، مجموع الدين. حلو، انا عايز اعرف رصيد الطالب، الطالب ده وضعه ايه. لو قلت له ريتيرن المدين ناقص الدين، تمام. وتعالى كده نعمل هنا ريفرش كده زي ما احنا، ونشوف ايه اللي هيحصل. تمام، ثواني بس خليك معايا. احنا عملنا هنا الفانكشن بتاعتنا، بس ما ندهناش عليها فين؟ في الكنترولر. الله ينور عليك، انت بقيت محترف اهوت، وبقيت فاهم ايه اللي بيحصل والمشكله بتحصل فين. ادي الريسبت، قلت له هنا الاندكس. كلام جميل، كلام جميل. تعالى كده نعمل هنا ريفرش ونشوف ايه اللي هيحصل. 7000، ليه جاب 7000؟ اقول لك جاب 7000 ليه، ركز. الراجل ده كان عليه كام؟ 12. 10 و2 12. حلو قوي، عشان عايزك تطمن، جايز انا متفق معاه وحصل بيننا وبينه حاجه، فايه انا مطلع ارقام بمزاجي. لا تعالى كده نعمل كالكوليتر جميل. الراجل ده كان عليه رسوم دراسيه 10000 زائد 2000 جنيه باص، يبقى عليه 12000 ناقص. هو الناقص دفع كام؟ دفع 5000 جنيه. اذا دلوقتي هو متوقع عليه كام؟ 7000. ده اللي موجود ولا مش ده اللي موجود؟ اهو متوقع عليه 7000. ده طبعا هنجيبه في حسابات الطالب والكلام ده كله، بس انا ايه بحاول بس اعرفك الفكره بتاعت الديبت والكريدت ليه بنعملها، عشان اقول له مجموع المدين مجموع الدين، واقول له ده ناقص ده الدين الصافي بتاع الطالب ده له او عليه. لغايه الان انت كده تمام يا عم؟ وامورك كلها تمام؟ طيب خلينا بقى نشتغل ايه الشغل السليم بتاعنا. ادي الاندكس بتاعتنا، قلت له هنا الريسبت ستودنتس، هترجع لي هتروح على جدول السندات القبض، تعمل لي اول وترجع لي لصفحه الاندكس. تمام، تعالى كده نعمل ريفرش ونقول بسم الله يرجع لي على سندات القبض بتاعتي. حلو، اول مشكله هيظهر معايا كونفليكت جميله. طبعا هنا في صفحه الاندكس بتاعتي، تعالى نشوف الاندكس، ركز. انت هنا في الاندكس ظهر معاك في الصفحه رقم كام؟ في الخطأ رقم 41. ادي ال 41، ايه ال 41 ده يا عم؟ انا بقول له ريسبت ستودنت نيم، يعني ايه؟ انا طبعا لو تركز في جدول السندات بتاعتي، جدول سندات القبض، كان في عندي الطالب، انا مربوط، انا واخد الاي دي بتاعي اللي هو الريسبت اكونت، صح؟ انا هنا عندي الاي دي رقم واحد، بس انا عايز اعرض اسمه مش عايز اعرض الاي دي. حلو، في اللحظه ديت انا عملت ايه؟ الله ينور عليك، عملنا علاقه بيلونجز تو. الله ينور عليك، ادا الموديل بتاعي في الريسبت اكونت، عملت علاقه مع جدول الستودنت اهو. ادا الاب، ادا الريسبت اكونت، قلت له هنا تعالى، قلت له انا عندي هنا حاجه فانكشن اسمها ستودنت، هتقول له ريتيرن بلينجوس 2، لو سمحت ارجع لي على الموديل بتاع الستودنتس الفورين كي المربوطه معاك فين؟ اهي الستودنت اي دي. حلو كده، حلو الكلام، حلو الكلام. يلا ريفرش ومش هيضرب اي ايرور خالص. حلو قوي، جالي دلوقتي قال لي في سند قبض اتعمل على واحد اسمه احمد ابراهيم بمبلغ 5000 جنيه والدفعه وذلك مقابل كذا 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 كذا. حلو قوي، لغايه الان الدنيا حلوه والامور كلها تمام. طيب ركز في جزئيه دلوقتي، عمليه التعديل على السند، وخد بالك من اخطر حاجه في الدنيا عمليه تعديل على سند او تعديل على فاتوره، او بمعنى ادق على مبالغ ماليه.
عود نفسك كده، تعديل سند، تعديل فاتوره، مبالغ ماليه، بيكون دقيق جدا. فطبعا اللي هياخد البرميشن ده او الحاجه اللي هيعملها مش اي حد يعدل على السند، ده له معالجات محاسبيه وله طويله يعني، بس احنا بنبسط الامور ليس الا بس يعني. طيب انا عايز دلوقتي لما اجي اضغط هنا يروح على ايه؟ ركز، هيروح على الايديت وياخد الاي دي بتاع السند. حلو قوي، هيروح على الايديت وياخد الاي دي بتاع السند. حلو قوي، الايديت ايه اللي هيكون فيها؟ طبعا انت الراجل دلوقتي خلاص بالنسبه لك الحاجات ديت يعني ايه، نقدر نقول امورنا بقت كلها تمام زي الفل اهو. ادي الريبوستري، ادي الايديت بتاعي في الريبوستري، هيروح على سندات الاب، فايند اور فيل الاي دي اللي جالي، وبعد كده يروح على السندات على الفورمه بتاعت الايديت. حلو قوي، ما تنساش ان انا في الكنترولر زي الشاطر كده في الايديت بتاعي، اجي انا اهو انده على الايديت بتاعي الميثود بتاعتي بتاعت الايديت. حلو قوي، يلا اعمل ريفريش، ارجع على تفاصيل السند. حلو، رجع على تفاصيل السند، تعديل سند قبض احمد ابراهيم 5000 جنيه وذلك مقابل كذا كذا كذا. حلو، انا عايز اعدلها تبقى 6000 جنيه. حلو، واضغط تاكيد. طيب في اللحظه اللي هضغط تاكيد في صفحه الايديت دي هتروح على ايه؟ تعال نشوف. ادي صفحه الايديت. الايديت ده هتروح فين يا باشمهندس؟ هتروح على الريسبت دوت ابديت. حلو قوي، كلام جميل. ريسبت دوت ابديت هيتروح على الابديت هنا. شايف كود الانسيرت اخو هو كود الابديت، بس اختلاف اللي هيختلف حاجه واحده بس. تعالى بس خلينا ناخد الكود بقى ايه، نختصر بس الوقت. ادا كود الابديت اهو، اخو كود الانسيرت، اصحابه حبايب والله ما فيش اختلاف. شوف لو جيت بص على الستور اخوه، بس الفكره هنا انا كنت بقول له بنيو وده اسم الموديل صح، لا هنا بقول له فايند اور فيل هات لي ريكوست اي دي، وقلت له هنا تروح على جدول الصندوق لما يكون الاي دي بتاع الريسبت بتاع السند بيساوي الاي دي جيبه لي، وتروح على جدول الطلاب لما يكون السند برقم الاي دي هاته لي، عدل لي فيه. حلو كده يا عم، لغايه الان كلها ايه امورات تمام. ما تنساش ان انا في الكنترولر زي الشاطر كده، طبعا ما بستخدمش الاي دي، وناس كتير جدا كلموني ليه يا باشمهندس انت بينك وبين الاي دي ايه ما بتحبش تستخدمه، دايما بتستخدم ريكويست، فعادي يعني والله مش قصدي حاجه، لان في بعض الناس يقول لك لا انت ليه ما بتشتغلش بالاي دي، احنا كل دايما لما بنيجي نشوف شغلك نلاقيه كله بتشتغل بالريكويست، يعني ريكويست هيدا ما بتحبش تشتغل بالاي دي ليه؟ هي راحه نفسيه مش اكتر يعني، لكن دي صح ودي صح، واحيانا في مواقف بتحكمك انك لازم تستخدم الاي دي يعني. طيب حلو قوي، هنا دلوقتي 6000 جنيه وهيعدل. لو انا جيت عدلت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم هيقول لي تم التعديل، تم تحديث البيانات بنجاح، بقت 6000 جنيه. حلو قوي، الكلام جميل. يعني معنى ذلك يا باشمهندس ايه اللي حصل في الريسبت اكونت؟ ايه اللي عمله؟ ريسبت اكونت ال 5000 بقت 6000. حلو قوي. طيب في الصندوق هيعدلها؟ هيعدلها. عدلها، كلام جميل. طب في حساب الطالب المفروض يعدل ال 6000 جنيه. اهو عدلها بقى من 5 ل 6. بس خد بالك، ركز من جزئيه مهمه جدا، عمليه التعديل على المبالغ ديت عمليه جريمه، جريمه، عشان تبقى تاخد بالك مش اي حد يعدل على مبالغ يعني. المحاسب النهارده بمزاجه كده يعمل سند قبض وبعد كده يروح رايح معدل عليه ويضيف ويعدل ويشيل ويحذف، لا كل ده كلام انساه خالص، انساه. احنا بس بنحط الميزه جوه السيستم بتاعنا، لكن عمليه البرميشن ديت مش هتكون من يعني مش بسهوله كده سند يتعدل عليه، ده بيتعمل له معالجات محاسبيه وفيلم وليله يعني، مش موضوع مش زي ما انت متخيل كده يعمل السند وعدل واحذف سند ومزاجي، لا ده حذف السند في الحاجات الماليه وكلام ده كله ده يعتبر جريمه يعني. انت لما تيجي تحذف سند قبض مثلا او سند صرف او الكلام ده كله ده جريمه، لما تعدل عليه ده جريمه تانية في حد ذاتها. وطبعا احنا قلت لك في الاول وفي الاخر في نهايه الكورس بتاعنا هنعمل باكج جميله بتاعت اللوج عشان نبقى عارفين مين اللي عمل ايه ومين اللي ما عملش ايه، ونبقى كاشفين كل حاجه قدامنا. حلو قوي، ده السند بتاعنا عدلنا عايزين نحذفه، كلام جميل. اول المفروض اول ما اضغط هنا كده يجي لي رساله حذف سند قبض، هل انت متاكد من الحذف؟ قلت له اه. طيب نزلت ازاي الرساله دي يا باشمهندس؟ اهو هنا في عمليه الاندكس انا عملت هنا انكلود للمدوله بتاعتي وعملناها في اكتر من درس، وانت فاهم الانكلود بتاعها ازاي. طيب في هنا في الديليت هتروح على الريسبت دوت دستروي وخدت معايا الاي دي من نوع هيدن، كلام جميل. انا اروح على الريبوستري هنا، ده الكود بتاع الدستروي، ودايما قلت لك في حياتك اسهل كود في حياتك هيقابلك هو عمليه الدستروي، لان الهدم دايما سهل. انت لو جيت تهدم اي حاجه بتهدمها في ثانيه، لكن عشان تبني بتتعب. نفس القصه، قلت له روح على جدول جدول السندات القبض ديستروي لما يجي لك الاي دي اللي عليه. طبعا هنا اول ما يتحذف دايركت على طول هيحذف كل الحاجات اللي فيها ريليشن شيب مع جدول السند. حلو قوي، واروح على رايح على الكنترولر
اقول له تعالى خد ده هنا في الديستروي وغير لي الفانكشن بتاعتي للدي ديستروي، وما انساش ان انا الديستروي عندي مش بتشتغل بالاي دي. طبعا الديفولت بتاع لارافيل بيشتغل بالاي دي، بس احنا بنشتغل بالريكوست يعني. تمام، كلام جميل. تعالى يا عم نعمل هنا ريفرش عشان بس نشوف هيحسب الجزئيه اللي احنا عاملينها. وقلت له هل انت متاكد من الحذف؟ ايوه يا عم انا متاكد، انا راجل قلبي جامد وعايز احذف السنه. احذفه يا عم. قال لي تم حذف بيانات السند بنجاح. طيب لو نيجي تروح تعالى ستودنتس اكونتس، ركز، المبلغ بتاع الطالب اتشال من حسابه، حلو قوي. الفند اكونت الصندوق اتشال من عنده، الريسبت اكونت اتشال من حسابات الطلاب. كده دلوقتي انت امورك كلها تمام والدنيا زي الفل والامور كلها تمام. ان شاء الله باذن الله في الدرس الجاي بقى هنبدا نشتغل على سند الصرف، عكس الحاجه اللي احنا عملناها دي. الطالب بدل ما كان بيدفع فلوس، لا هو هياخد فلوس، وهقول لك الحاله الوحيده اللي الطالب بياخد فيها فلوس او السند القبض اسمه سند الصرف بيتعامل ازاي ان شاء الله في الدرس الجاي. اتمنى يا رب يكون الدرس عجبكم. ما تنساش تعمل لي لايك على الفيديو، ولو اول مره تسمعني ما تنساش تشترك في القناه، لان الدعم بتاعك مهم جدا بالنسبه لي عشان نستمر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.